ينضم إلينا من غلاسكو مراسل غد محمد الفنيش. إذن محمد، ماذا يدور في أجواء القمة الآن؟ نعم، القمة الآن بدأ العد العكسي لهل قادة العالم سيلتزمون وسيتفقون بالإجماع على الأقل مبدئيا من أجل تفعيل اتفاقية باريس، وكذلك التفهم ما نبه له الخبراء. يعني بعد تقريبا 3 ساعات من الآن سيبدأ الاجتماع الرسمي بين القادة، الإعلام الغربي والأوروبي والأمريكي والعالمي يضغط بقوة في حوار لإذاعة البي بي سي البريطانية ليلة البارحة مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. كان حوارا فيه كثير من الإحراج، الكثير من الأسئلة التي ظلت عالقة. بوريس جونسون كان متفائلا، قال أنه يأتي إلى هذه القمة بثقة وبتفاؤل من أجل تفعيل القرارات والإجماع، لكن في ظل التنافس الاقتصادي القوي من الدول الصناعية الكبرى أو ما يمكن أن نسميه مجموعة الدول العشرين، والتي تساهم بحسب التقارير بنسبة 80% من التلوث الصناعي، وأمام دق ناقوس الخطر، خبراء البيئة يضعون أيديهم على قلوبهم بشأن منتصف القرن ومع نهاية هذا القرن كذلك، بشأن مصير البيئة ومصير كوكب الأرض. كوكب الأرض الذي صنعت صورة له خلفي تدور حوله، وهنا أسئلة كثيرة ينتظر أن الزعماء سيجيبون عنها، لكن هل فعلا سيتم تفعيل ذلك على أرض الواقع؟ هل فعلا سينتصر الجانب الأخضر والجانب الحقوقي والجانب الإنساني على الجانب الاقتصادي والمالي؟ هذا هو الصراع اليوم هنا في قمة غلاسكو. التكهنات كثيرة، التفاؤل حاضر، هناك كذلك نوع من الحيطة والحاضر من طرف نشطاء البيئة، هناك يمكن أن نسميه أن خبراء نشطاء البيئة مستاءون من النتائج الماضية. الأمين العام للأمم المتحدة نبه إلى أنه لا بد من التفاعل في مناسبات عدة مع التقارير الأممية بشأن المناخ. إذن ننتظر الساعات القادمة ماذا تسفر عنه هذه الاجتماعات لقادة الدول، لكن على الأقل اليوم أصبحت الصورة واضحة لدى الجميع، وأصبح العمل السياسي كذلك مرتبط بالطاقة الخضراء. على الأقل على المستوى الأوروبي والأمريكي هناك ضغط كبير على الحكومات وعلى الساسة من طرف شعوبهم، من طرف كذلك الهيئات الحقوقية والإنسانية، وكذلك هناك تحدي قامت به بعض دول العالم الثالث بتقدمها في التقارير الأممية. تحدد التقرير الأممي عن تقدم للعراق وعن مقدونيا وعن غينيا، وبالتالي يبدو أنه الآن المسألة باتت صراع صناعي إنساني، وبالتالي هل سيستطيع الإنسان في هذه القمة وممثل الأمم المتحدة الانتصار على المطالب الاقتصادية والصناعية للشركات الكبرى؟ هذا ما ننتظر الإجابة عنه على الأقل في الساعات القادمة انطلاقا من مواقف زعماء الدول. من الصعب جدا أن يخرجوا بإجماع كامل. نحن نعلم أنه هناك 120 زعيم دولة، وهناك ممثلي لأكثر من 200 دولة في هذه القمة، لكن على الأقل قد تكون هناك أولويات يستطيعون الاتفاق عليها. نعم، كما ذكرت محمد أن هناك تواجد دولي كبير من قادة دول العالم، يعني من خلال جدول أعمال اليوم خلال هذه القمة، قمة المناخ، يعني ما الدول أو من هم قادة الدول المنتظر أن يدلوا بكلمتهم اليوم؟ رئيس الوزراء البريطاني، كذلك الرئيس الأمريكي، الرئيس الفرنسي، المستشارة الألمانية، إضافة إلى زعماء آخرين، لكن تتجه الأنظار إلى زعماء الدول الصناعية الكبرى بشأن مواقفهم. كذلك هناك مؤتمرات صحفية ستتم بعد هذه الاجتماعات، بعد ذلك سيكون هناك عشاء ملكي سيرأسها أو يدعو إليها الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني الذي ينوب عن الملكة إليزابيث الثانية بعد إصابتها بوعكة صحية. نعم، شكرا لك محمد الفنيش مراسل غد، كنت معنا من غلاسكو.